السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم جميعا. هذا الفيديو مخصص للطلبة القدامى. غدا إن شاء الله تعالى فتح منصة إعادة التسجيل للموسم الجامعي 2024-2025. هذا الفيديو موجه للطلبة القدامى وليس الطلبة الجدد حاملي بكالوريا 2024. المنصة تفتح من 25 جويلية إلى غاية 5 أوت. وش دير انت غدا إن شاء الله تعالى؟ تدفع حقوق التسجيل، لانه انت لو تدخل لتطبيق وزاره التعليم العالي والبحث العلمي تلقى روحك مسجل، ولكن هذاك ما هو التسجيل النهائي. التسجيل النهائي هو لما تدفع حقوق التسجيل 20,000 تظهر لك بطاقه الطالب الالكترونيه، ودفع حقوق التسجيل راهو الكتروني، اتفقنا. بالنسبه لحقوق النقل كذلك انك لازم تدفع حقوق النقل، ولما تدخل الموقع تلقى خانه تاع النقل، خانه تاع الايواء، وخانه تاع دفع حقوق التسجيل البيداغوجي، اتفقنا. بالنسبة للإيواء الإقامة الجامعية هذا خاص باللي راهم مقيمين فقط 40,000، وتتم حصريا عبر المنصة الرقمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بعد إتمام عملية التسجيل بنجاح يستفيد المعني من بطاقة الطالب الرقمية عبر حسابه في تطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لما أنت تدفع حقوق التسجيل عاود تدخل لتطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنك تلقى بطاقة الطالب الإلكترونية، وكذلك أنك تجد النقل. أتمنى أن الشرح كان واضح. الفترة راهي تمتد من 25 جويلية إلى 5 أوت. يجب التقيد بالتواريخ التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اتفقنا. اللي ما يدفعش حقوق التسجيل سيتم إلغاء حسابه، اتفقنا. وإلى اللقاء.